بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. مثل ما وعدتكم بالدرس اللي راح نبدا بسلسله اداره خوادم، اخترنا ناخذ شيء، يعني قلت لكم سابقا انه راح ناخذ ردهات الاسباب المذكوره سابقا بالفيديو اللي راح، انه ردهات يعني هي المشهوره بموضوع الخوادم والى اخره، وما راح ناخذ ردهات نفسها كتوزيع، راح ناخذ سنت او اس، لان سنت او اس مبنيه على ردهات ومطابقه ردهات، وايضا منطقيا في كثير من المواقع والخوادم تحديدا حقات الانترنت تشتغل على سنت او اس، ما تشتغل على ردهات نفسها. اوكي، يعني زي ما قلت لكم، يعني وفي بعض الكومنتس اللي جت تحت، واحد من الشباب قالوا فعليا انا كل المواقع اللي استخدمتها سابقا كانت تشتغل على سنت او اس. ايضا سنت او اس غني عن التعريف من ناحيه انك خادم جيد. اوكي، هذا ما يعني انه هي افضل خادم، اوكي، ولكن ممكن انك تشوف الخادم المناسب لك، وطبعا الخادم المناسب لك هو يعتبر افضل خادم لك. اوكي، ولكن نتكلم عن شيء قياسي. اوكي، فاخذنا سنت او اس. طيب، بالدرس هذا راح ناخذ طريقه تثبيت سنت او اس، ماشي؟ طبعا في الدرس الماضي اعطيتكم رابط، الرابط هذا فيه طريقه الحصول على سنت او اس. اوكي، ولكن راح نمر الحين سريعا على كيف نحمل سنت او اس. طيب، قبل ما ندخل هذا كله، خلينا ناخذ جغمته من الشاهي. اليوم عشاي اخضر الكاس الصيني، بالصين يقولون على الشاهي تشا. اوكي، طبعا شاهي شاي تشا في علاقه ترى، فبالسلسله هذه راح نتعرف على الشاهي من خلال هيستوريكال لينغويستكس ان شاء الله. اوكي، وهو تخصصي في الجامعه. طيب، يعني كل يوم باخذ معلومه عن الشاهي لغويا. طيب، خليكم معي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. طيب، هذا موقع السنت او اس. من موقع السنت او اس احنا اللي جبته لكم بالدرس الماضي، قلت لهم كيف نقدر نحمل عليه، لا ما قلت لكم، لذلك راح ندخل هنا ونشوف طريقه الحصول على ايزو نفسه. اوكي، راح اطلع جنت سنت او اس 7 ناو. اوكي، اضغط على دي في دي ايزو، هذا راح يوديك على التحميل. طيب، انا لاحظت انه مو متوفر نسخه ال 32 اللي هي 86، فحتى على شو اسمه الميرور ليست ما حصلت شيء. يعني لو رحنا الميرور ليست مثلا ايفريثينج ايزو، اعتقد الالتيرناتيف داونلودز انقلع، من راح؟ اوكي، ميرور ستاتس، لا مو هذا. اوكي، هذا وليست اوف كرنت. اوكي، راح يوديك على هذه، راح اختار الميرور اللي تابي مثلا على الميرور ايجا. شوف يعني اقرب دوله لك علشان تقدر نتاخذ سرعه جميله. كندا، اوكي، شوف ساوث افريكا، لو اخذنا ساوث افريكا اول واحد هذا. اوكي، راح يوديك على نسخ كثيره من سنت او اس مستضافه. لو روح على نسخه 7، اوكي، ضغطنا على الايزوز، اوكي، لاحظت انه ما في الا 64. اوكي، فانت ممكن انك تستخدم 6 لما انهم يصدرون 64، انا ما اعرف عن سياساتهم بيصدرون اصلا 64 ولا لا، فاعتقد 6 موجود. اوكي، ولكن خذ 7 عموما، اغلب المعالجات الحاليه فيها اللي هي نسخه ال 64، ماشي؟ فانت ممكن تروح الايزو على طول تاخذ النسخه اللي تبي، طبعا عفوا هي 64 هذه. اوكي، فانت ممكن تاخذ 32 لو ما حبيت انك تستخدم 64، او تنتظر او تسال سنت او اس، لاني ما عندي اي خبر متى راح يصدر اللي هو 32. طيب، بعد الحصول عليه طبعا وتحميله، اوكي، اللي عليك تسوي انك تقلع، سواء كنت حاب تجرب على الفيرتوال بوكس او حاب تثبته على كمبيوتر اساسي. اوكي، خلونا نشوف كيف نثبته. طبعا حاليا راح اتكلم عن الفيرتوال بوكس عشان الشرح. اوكي، من خلال شو اسمه الفيرتوال بوكس راح نسوي التالي، راح نكتب اسمه. طبعا لو كتبت سنت او اس تلقائيا هو راح يجيب لك ردهات. اوكي، فما عليك مشكله، روح كمل، ترى حتى لو حطيت اي شيء ثاني ما في مشاكل، اهم شيء انك حط لينكس، حط 64. اوكي، نكست. هنا راح يقول لك كم تبي الرام، تلقائيا الحمد لله عندي رام كبير فراح اعطيه 4. اوكي، نعطي 2 عشان نستفيد من السواب. اوكي، راح يقول كرييت، حاليا راح اعطيه مثلا 25 جيجا، بالمناسبه 25 جيجا ما تكفي سيرفر. اوكي، فهنا زي ما قلت لكم باب تجارب فقط لا غير. اوكي، خلونا نحط 30، زين، راح نروح على كرييت الحين. اوكي، تم انشاء السيستم. الان راح نسوي اعدادات النظام نفسه. طبعا هذه الاعدادات الخاصه بالسنت او اس. اوكي، لو نروح على السيستم، اوكي، زي ما قلت لك في عندي شو اسمه بروسيسور ممكن اخذ منه اكثر من نواه بس عشان السرعه. اوكي، الديسبلاي ممكن اعطيه 128 واسوي انيبل 3 دي، مو بلازم تسوي نفس اعداداتي ترى. اوكي، ولكن لو انك تشتغل على الفيرتشوال بوكس حاول انك تعطل هذه لان راح تسوي لك مشكله. اوكي، فادخل على USB وعطل الشغله هذه. اوكي، انا عندي سوي مشكله، اعتقد اننا جاهزين للاقلاع الان. طيب، يبقى عندنا نسوي اختار من ستورج. طبعا الستورج عندي هنا اكثر من ستورج جاهز، فراح اخذ سنت او اس. اوكي، وراح اضغط على اوكي. اوكي، طبعا هذا بعد الاقلاع من السنت او اس. اوكي، راح يجيك طبعا هذا ممكن انك متعارف عليه اذا كنت استخدمت فيدورا قبل، فعندك نفس الاشياء. يفترض انك تضغط على تيست ذس ميديا. اوكي، عشان يسوي اختبار قبل انك تفرمت وتخرب النظام وزي كذا، اضغط على تيست عشان يسوي لك تحقق من انه الميديا الموصله سواء فلاش او دي في دي او ايا كان ما في اي مشاكل. شخصيا راح ادخل على انستول سنت او اس.
حاسدين الناس. تشا كان اسمه الشاي الاخضر لوتشا اعتقد شغله كذا لوتشا لونشا ما ادري شغله. يلا اوكي راح نجي الحين على اللي هي بدايه الشغل الصحيح. اوكي اوكي طبعا سينتو ويست للاسف انه الشاشه عندي راح تزعجكم شوي لذلك راح اسوي الشكل هذا. اوكي تمام علشان انكم تقدرون تشوفون انه في تحت زرين. اوكي في زر كونتينيو في وجه هنا زياده عن اللزوم. اوكي في زر كونتينيو في زر كويت. طيب طيب هنا راح اقول لك اختر اللغه راح استخدم ستاندرد اللي هو الانجليزي طبعا ما راح اغير لانك لو رحت تبحث عن شروحات او او عندك مشكله ابحث في الانجليزي اللي بيعطيك انجليزي ابحث بالعربي شوي. طيب فراح ابحث راح استخدم الانجليش. اوكي راح اضغط على كونتينيو الحين. طبعا هو في شيء غلط الحين. اوكي تمام هنا راح يجيك طبعا اذا كنت متعارف عليه او ما كنت متعارف عليه هذا هو طريقه تثبيت سنتوس 7. طيب راح يقول لك هنا اختر الوقت اللي تبي. طبعا حاليا مركز نيويورك طبعا غير صحيح انا حاليا توقيت السعوديه الرياض طبعا موجود بالقصيم ولكن اخترت الرياض عشان ما حد يقول لي ليش. ممكن تختار وقت اي ام بي ام لو تبي. اوكي وزي ما انت ملاحظ انه هنا بالمنطقه هذه فيها اللي هو التوقيت. خلونا نسحب هذه شوي. طيب اوكي فزي ما انتم شايفين انه هنا في الوقت طبعا ممكن تستخدم اللي هو ان تي بي لو تبي. اوكي الان تي بي طبعا اللي يسمى نتورك تايم بروتوكول. اوكي فانت ممكن تستخدم هذا لو انك حاب تستخدمه. طيب بعد ما انك تزبط كل شيء في فوق بيزعجنا هذا شوي في فوق هنا دن شايفين دن هذه نضغط على دن. طيب ونضغط على دن بعدين يجيك الكيبورد. كيبورد يقول افتراضي انجليزي بعد ما نعدله. لانجويج سبورت برضه افتراضي. اوكي سوفت وير هنا ممكن تضغط على تختار اللي هو السوفت وير او عفوا مصدر التحميل اللي عندك. حاليا احنا نستخدم اللي هو الايزو ودخلنا على الايزو ما يحتاج نعدل اي حاجه لكن ممكن تستخدم عن طريق النتورك لو تبي. ممكن تضيف مستودعات اضافيه من هنا لو حاب انك تضيف ولكن كافي الدي في دي. طيب في عندك سوفت وير سلكشن طبعا في مينيمال انستول. اوكي اللي هو التحميل المصغر. طبعا شخصيا ما راح ناخذ مينيمال ما راح ناخذ كبير لانه احنا راح نسوي تخصيصات خاصه بالدروس الجايه ولكن في ميزه هنا لو ضغطنا عليه اذا كنت عارف ايش بتسوي بالضبط فانت بتلاحظ انه الخيارات هذه مفيده لك جدا. فمينيمال انستول زي ما انت شايف راح يقول لك كومباتبلي وراح يعطيك شو اسمه ديفلوبمنت تول ادوات تطوير وايضا راح يعطيك سمارت كارد سبورت ولكن ايضا في حاجات ثانيه ممكن انك تاخذ اللي هو انفراستراكشر سيرفر راح يعطيك ادوات سيرفر كثير زي ما انت شايف باك اب سيرفر دي ان اس دايركتري كلاينت الى اخره. اوكي في اشياء كثيره فايل اند برنت سيرفر اذا انت حاب تخليه يعني مجرد مكان مشاركة الملفات والطابعات فبيكون في خيارات هنا جميلة. اوكي بيسك ويب سيرفر وهذا تقريبا الاغلب الاستخدام تكلمت لكم سابقا عنه فهنا راح يعطيك اللي هي ادوات السيرفر البيسك. اوكي فيرتشواليزيشن هوست راح يعطيك هنا اللي هي الخاصة بالمحاكاة الانظمة والفيرتشواليزيشن سيرفر وذ جوي. اوكي اللي هي سيرفر ولكن معه واجهة رسومية وايضا في هنا خيارات ممكن تختارها. اوكي في عندك هنا جنوم ديسكتوب راح يجيب لك جنوم ديسكتوب مع اشياء زياده هنا وايضا ممكن تاخذ كي دي اي بلازما ديسكتوب. اوكي شخصيا راح اخذ كي دي اي. اوكي ولكن ليس في هذا الشرح راح اخذ جنوم بهذا الشرح علشان جنوم غالبا ما راح تسبب مشاكل او ثقل باغلب الاجهزه لان كي دي اي متطلباتها كثيره. طيب راح ننزل ايش راح ننزل جنوم ابلكيشنز لو حابين نستخدم جنوم ابلكيشنز انترنت ابلكيشنز اللي هن ايميل والى اخره ما بنحتاجه احنا راح نستخدم شو اسمه ايش قال له هذا سيرفر فما يحتاج هذه ليجاسي اكس ويندوز سيستم رابط الاخير مو بلازم. اوكي سوفت وير ما نبي هذه ريموت ديسكتوب كلاينتس ما بنحتاجه. اوكي خلونا ننزل هذه شوي نشوف اذا في خيارات زياده. طيب اوكي يكفي زين فعليا يفترض اني ترى اختار ادوات سيرفر ولكن انا بعلمكم كيف تستخدمون الباكج مانجر الخاص بالش اسمه مدير البرامج الخاص بالسنتوس لذلك لو سوينا الشغله هذه ما بنتعلم صحيح. اوكي خلينا نبدا من الصفر ناخذ جنوم يكون عندنا واجهه رسوميه نقدر اننا نحصل على ويب براوزر لو احتجنا الى دعم يعني ممكن تتورط تلقى نفسك مو بقادر تثبت حزمه شو تسوي افتح الويب براوزر جيب اللي تبي. اوكي فكيف نزل ويب براوزر راح نشوف كيف نزل ويب براوزر. طيب دن اضع دن من هنا وبعدين راح يجيك اللي هو انستوليشن تشيكينج سوفت وير. اوكي تمام ديستنيشن اللي هي وين حاب تثبته. طيب هنا في فكره معينه اول مره اتطرق لها تقريبا ولكن لانه في هذه السلسله متقدمه شوي فحاب اتكلم عن بعض التفاصيل. هنا زي ما انت شايف في الهارد درايف اللي احنا اخترناه. اوكي
من هنا في خيارات تخصيص جميله جدا لتقسيم الهارد ديسك. طبعا جنو لينكس ممكن يعطيك اشياء جميله جدا خاصه بالتقسيم، ممكن تقسم على مزاج 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 مزاجك اوكي. فممكن نجي من هنا نشوف انه في حاجات زياده. فينا يقول لك اوتوماتيكلي كونفيجر بارتيشنز، راح يسوي اشياء قياسيه ويمشي اوكي. هنا اي ويل كونفيجر بارتيشنز، هنا اقول لك انا اللي بسويه اوكي. وهنا راح يقول لك انكريبت ماي داتا، لو حاب انك تسوي انكريبشن كيفك، لو تحب تسوي انكريبشن كيفك تسوي انكريبشن، ولكن بالمناسبه ممكن تسوي بعدين. ما ادري في حاجات زياده تحت، ما في شيء. طيب راح اضغط على اللي هو الهارد ديسك هذا ونضغط على دان. راح يجي هنا يقول لك يلا سوي بارتيشنز اوكي. البارتيشنز طبعا زي ما انتم شايفين نيو سنت اوس انستليشن والى اخره. انا ممكن اسوي اد اوكي، ماونت بوينت، راح اختار اللي هو الروت. قبل هذا كله اوكي خلونا نسوي كانسل واتكلم لكم عن شغله بسيطه جدا. بالهارد ديسك في عندك اقسام صح، في عندك برايمري قسم وفي عندك اكستندد اوكي. البرايمري عباره عن قسم زي ما تقول قياسي او قسم اساسي بالهارد ديسك، غير مسموح لك انك تسوي الا اربعه بس، فعندك اربعه اقسام تسويهم فقط لا غير زين. ولكن ممكنك تسوي حركه جميله جدا انك تسوي ثلاثه برايمري مثلا وتسوي الاخير الرابع اكستندد. داخل الاكستندد ممكن تسوي الى 12 قسم اوكي، فيكون عندك أربعة عفوا ثلاثة برايمري عندك واحد اكستندد. الاكستندد هذا داخليه اوكي ممكن تسوي اكثر من قسم اوكي اوكي. طيب يقول لك يو هافنت كرييتد اني ماونت بوينتس فور يور سنتر اوكي دان، لانه يبدو اني اقترفت خطا. توتال سبيس افيلبل، تدري وش المشكله؟ مشكله الشاشه من الاخر يعني. فانا بسوي حاجه ثانيه انه اكبر هذه شوي ونبدا نلعب بالشاشه، نرفع ونرجع اوكي اوكي. طيب بالشكل هذا. طيب زي ما انتم شايفين الحين انه عندك الافيلبل سبيس عندي 30 جيجا ماشي ماشي. توتال سبيس برضه 30 جيجا. وان ستورج ديفايس سيلكتد اوكي اخترناه. هنا ايش يقول لك؟ نيو ماونت بوينت ما يهمنا هذا كله، انا كله هذا ما يهمنا، انا بسوي ريسيت اول عشان اتاكد انه ما سويت شيء. طيب طيب اوكي، لو ضغطنا على هنا هذا زي ما انتم شايفين هذا راح يسوي لك تقسيم بسرعه ابو كلب يعني، مو ابو كلب قياسي. ففعليا ترى التقسيم اللي تشوفه قدامك تقسيم جميل انه يستخدم، ممكن تستخدمه ترى بكل بساطه. يكون عندك بوت على الاتش دي اي 1، عندك روت اوكي، الروت اللي هو مكان تخزين النظام او مكان تشغيل النظام، وفي عندك سواب اللي هو سواب 2 جيجا اوكي اوكي. اعتقد انه الماكس فعلا قريت سابقا، انا سابقا كنت اعطي معلومه خطا وقريتها كثير وهي خطا، انه 4 جيجا يكون الماكس. الماكس ترى اعتقد انه اساسا الماكس اللي راح تستخدمه الكيرنل هو 2 جيجا اوكي اوكي. فانت ممكن تعيش وتمشي بالتقسيم هذا. طيب افترض انك ما تبي هذا التقسيم، تبي تسوي تقسيم خاص بك، ممكن تمسح الاقسام هذه القياسيه، سوي ديليت 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 اوكي. فانا عندي الحين شغلات ممكن اسويها من جديد، فاضغط على اضافه من هنا اوكي، اختار الماونت بوينت اللي نابي، فممكن اختار على بوت اوكي. بوت حاب يكون سبيس حقه 500 اد اوكي. زي ما انت شايف هنا طلع عندي بوت 500 ميجا اوكي، راح يكون اسمه اس دي اي 1، وهذا البوت ليبل ممكن تحط له اسم من راسك. طيب ممكن تضغط على اضافه مره ثانيه وتسوي الروت اوكي، ممكن تختار الروت من هنا زين. ديزايرد كاباسيتي ممكن تحطه، احنا عندنا باقي لنا 28 تقريبا اوكي، فانا ممكن احط الديزايرد اللي انا ابي 10 جيجا ماشي ماشي، هذا 10 جيجا. فهنا راح يطلع لك 10 جيجا روت. طيب راح اضغط على اضافه، ممكن تحط سواب اوكي، فانا ممكن اضغط على سواب من هنا واحط سواب اللي هو 248 عفوا 2048 اد ماونت بوينت. هنا طلع السواب اوكي، ممكن اضغط على اضافه، المساحه المتبقيه كلها راح اتركها على الهوم اوكي. اعتقد انه تلقائيا يكتشف اوكي، تلقائيا يكتشف لي الهوم. فاحنا بالطريقه هذه زي ما انتم شايفين سوينا تقسيم قياسي. طبعا انت ممكن تسوي حاجات افضل ومتقدمه لو كان عندك سيرفر كبير، وطبعا ممكن بعضكم فاهم ايش قاعد اتكلم عنه. اتكلم عن انه ممكن انك تسوي بدل ما انك تسوي المساحه الباقيه زي كذا، ممكن تضغط على اضافه اوكي، وايضا تفصل تمب. من راح تمب؟ طبعا ممكن تكتب يدوي تمب اوكي هذا، وتعطيه مساحه معينه للتم، فممكن تعطيه 10 جيجا 5 جيجا، انا اعطيه 5 جيجا اوكي. فهذا مساحه التخزين المؤقت اوكي. طبعا في مجلد معين اسمه تمب، فانت ممكن تسوي التمب توصله هنا اوكي. فار ممكن توصل فار هنا، كاش ممكن توصل كاش هنا على راحتك اوكي. شخصيا راح امشي بتقسيم ثاني، وهو اني اختار التقسيم اللي متعود اني اسويه اوكي. طبعا راح اختار تقسيم معين اوكي. زي ما قلت لكم كل شيء راجع لك حسب استخدامك اوكي. فانت ممكن زي ما قلت لك ممكن يعجبك اوتوماتيك واضغط على اوتوماتيك وخلاص اوكي، ولكن ممكن ما يعجبك وحاب تسوي شيء شخصي، او انك حاب انك تطقطق عليه تشوف شو وضعه. فانا ابدا نقول بسم الله، نضغط على هذه ونسوي لنا بوت 500 ميجا اوكي. هذا راح يكون فيه الكيرنل اوكي، راح نسوي
روت، هذا الروت راح يكون فيه النظام 10. طيب ممكن تسوي لك سواب بعد، خلاص تقريبا انتهينا. اوكي ممكن تمشي بالطريق هذا، ترى ما عندك اي مشكله، ولكن مجرد انه عشان يكون عندنا الداتا بمكان مستقل، فالهوم راح نعطيه المساحه المتبقيه. عندنا الهوم 18 جيجا والباقي راح ياخذ هذا كله. راح اختار ممكن تختار نظام ملفات اللي تبي. اوكي زي ما قلت لك شيء رجع لك، فانا ممكن اختار اكس تي 4 ستاندرد بارتيشن برضو اكس تي 4. طيب راح اختار هذا برضو اكس تي 4. لو تركته زي ما هو ترى عادي جدا، ما عندك مشاكل، مجرد انك ابحث واقرا شوف ليش تختار او ليش تستخدم هذا تحديدا. طيب راح نسوي ابلاي. اوكي خلاص خلصنا. طبعا زي ما قلت لكم المنطقه هذه ممكن تضبط فيها الشبكه، تشغل الشبكه هنا عشان تحصل على الوقت، وايضا في النهايه عندك الهوست نيم ممكن هنا تسميه اللي هو اسم الكمبيوتر. خلصنا، اضغط على بيجن انستليشن. اوكي راح يسالك عن الروت باسورد. اوكي طبعا احنا قاعد ننزل احنا الشغلات هذه، ممكن تحط لك روت باسورد من هنا. اوكي طبعا جدا جدا مع احترامي واجهه التثبيت الجديد هذه غبيه، ترى فيها بعض الاشكاليات. اوكي زي اشكاليه القرص الصلب. اوكي احيانا ما تقدر تستكشف بسرعه انه كيف يشتغل. اوكي لاحظوا جي بارت تفكون احسن. طيب حطينا رقم سري، طبعا اضغط مرتين علشان لو حطيت باسورد ضعيف. اوكي يوزر كرييشن، ممكن تحط لك يوزر نيم، فانا راح اسوي عبد المجيب الحميد. اوكي فراح اسوي لك يوزر نيم من راسه، انا ما احب اليوزر نيم هذا، احب اليوزر نيم هذا. اوكي ميك يوزر ادمنستريشن، طبعا راح ادخله على مجموعه ويل اللي حقت السودو، حط له باسورد. ترى ممكن انك تضع ادفانسد، راح تغير من ادفانسد حاجات ثانيه، ممكن تغير الهوم دايركتوري كامل. اوكي ممكن تسوي مكان مختلف اليوزر هذا، او حتى ممكن تحطه على قرص مختلف، مو بشرط يكون بالنظام نفسه. طيب سبيسيفاي يوزر اي دي، لو حاب تغير يوزر اي دي عشان سياسات معينه، يوزر جروب ممكن تغيره. اوكي برضو هذا اللي هو المجموعات اللي راح نضاف، طبعا هو تلقائيا راح نضاف على ويل عشان السودو، ولكن ممكن براسك تضيفه على مجموعه ثانيه. اوكي ممكن تضيفه على مجموعه ال بي، اعتقد ان هذه حق الطباعه. اوكي الى اخره. طيب راح اضغط على سيف تشينجز او كانسل احسن. اوكي بعدين اطلع الدن دان مرتين لان الباسورد عندي ضعيف، فاحيانا يقول لك سو دان مرتين. طيب الى ما انه يخلص ارجع لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. انتهى الان تثبيت النظام بشكل كامل. اوكي زي ما انتم شايفين اخر شيء راح يجيك ريبوت. اوكي انا اضغط على الريبوت، راح اطلع شو اسمه القرص من نفسه وبعدين راح يشتغل من جديد. طيب طيب يا اخي ماسك لي الماوس هذا. اوكي فانت بالشكل هذا طلع لك جروب، اضغط على انتر عشان يشغل، لو تركت راح يشغل من نفسه طبعا. عليهم لون يلا يوكي. خلاص ترى انتهى شرح اليوم، بس بنشوف شلون طريقة الدخول على النظام ونكمل ان شاء الله الدرس القادم، ولكن خلونا نشوف كيف ندخل على النظام. طبعا ترى ممكن توقف ذا وتمشي لانك ممكن تكون متعارف اساسا كيف قاعد تسوي. طيب الحين راح يقول لك license information. اوكي license is not accepted، ممكن اضغط على license من هنا ويقول لك انه في انا دائما اوافق على الجميع الرخص، ما عندي اي مشاكل. اوكي اوكي في عندك هنا زر صغير تحت مكتوب عليه finish configuration. خلونا اجيب لكم اياه، شايفين هذا الزر finish configuration، اضغط عليه راح يشغلنا الحين اللي هي واجهه النظام. اوكي الى الان بعدها طبعا انت ممكن تشغل كي دامب. الكي دامب عباره عن شيء يحفظ الكراشات عندك عشان لو صار في كراش بالكيرنل وشغلات زي كذا. اوكي فانت ممكن تحفظه، ممكن تقرا على الكراش من هنا. اوكي فممكن تشغله ممكن ما تشغله، ولكن يقول لك اذا شغلته ففي مساحه معينه من الرام راح تحجز وهي مساحه 161 ميجا. اذا كانت تعني لك شيء المساحه هذه لا تفعل، اذا كانت ما تعني لك شيء فعل. اوكي راح اضغط على الفورورد. يلا 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 بس خلاص الان دخل عندنا نظام سنت او اس نزلناه وعندنا يوزر، نقدر ندخل الحين على اليوزر. اوكي ممكن هنا اختار السيشن اللي انا ابي، جنوم كلاسيك او جنوم العادي. كلاسيك علشان يكون في شريطين فوق وتحت ومتعودين عليه. اوكي ممكن تدخل على جنوم شل. اوكي من هنا او ممكن انك تقول بسم الله وتشغل على طول. طيب الى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. بالدرس الجاي بدايه الدرس راح ناخذ معلومه ثانيه عن الشاهي واسمه بلغات اخرى. اوكي اوكي
تقريبا احنا جاهزين الحين ابلكيشنز كله تمام. طبعا في بعض الاشياء اللي ممكن تسويها سريعا اوكي انك تختار اللغه اللي تبي. طبعا لو اخترت على العربيه مثلا حاب تختار عربي ممكن يديك العربيه اوكي باللوكيل المصري اوكي. ولكن ممكن ايضا فيها اللوكيل العراقي متوفر لو حاب تستخدم كيبورد اضافي ممكن تاخذه من هنا اوكي. تختار على الارابيك طبعا في ارابيك ثاني اعتقد اوكي زي ما شايف في ارابيك عراقي اوكي فممكن تضغط على العراقي لو حاب ممكن تختار ارابيك عادي اوكي. هو بالنهايه عباره عن انبوت اصلا زين ما ادري اذا عندهم انبوت خاص بهم المصريين اوكي. ولكن ممكن تستخدم طبعا انت بتستخدم اليو كي لانه زباله اوكي ولاعبين بالكيبورد زين. فالستاندرد اللي متعودين عليه احنا اليو اس اوكي. نكست اد اكاونت هذا لو عندك اللي هن حسابات بالكلاود ممكن تستخدم زي ما قلت لكم سيرفر عباره عن كمبيوتر شخصي بنفس الوقت تستخدم الاشياء الثانيه. فزي ما انت شايف في حسابات ثانيه ممكن تسوي لهم ربط مع الجنوم. نكست اوكي ستارت يوزنج لينكس او سنت او اس لينكس. شوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وش بي هذا اوكي بعض الكلام الفاضي اللي هنا كيف تستخدم جنوم شل الى اخره. مع السلامه.